هذه خصوصية لما يسمى بالإنجليزي populist parties هكذا populist ideology. ترامب سي لو بوبوليزم ولو بوبوليزم نعم شعبوية، إذا ترجموها العربي إلى شعبوية. والشعبوية عندها 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 نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى هي أنها لا تتفق مع النخب. ترامب يقول انه رايح يرجع النظام السياسي للشعب، هذا لابيل، هذا لا ناسيون لابيل لابيل او بوب، وهذه ماهيش تيبيك لترامب. اون بو ريفوار هذه مع هتلر، لا مونتي تاع لو نازيزم مع بيرون ارجنتين، انسي دو سويت. فيها امثله كثيره في تاريخ لهذا النمو لهذا الأحزاب المطرفة. ثاني فكرة للبوبوليزم هو أنه دائما يبحث عن 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 الاوتوريتاريانيزم، تقريبا اقول تمركز السلطه في شخص واحد اللي ممكن ان يلعب دور القائد الزعيم. نعم الزعيم لو سوفور هكذا. ايماجيني ان بوفر بايزون في نبراسكا ولا، ويسمع لان يسمع لخطابات ترامب. نعم يقول وكان هناك قائد سيعيد المجد. نعم لامريكا. نعم يظهر لي. ونظن خصوصيه اخرى تاع البوبوليزم انه يلعب على ما يسمى بليزيموسيون هكذا. لا رياليتي مخفيه، مي اونكور اون فوا يظهر لي ان لو تروازيام بوان تاع البوبوليزم سي كو دايما كما قال الاستاذ من باريس يبحث عن ما يسمى بكبش فداية، يفو توجور ان بوك ميسار هكذا. اون المان سيتي لي جويف، اون اسبان سيتي لا غوش لو بروليتاريا لو موند اوفريي. اوجوردي اون اوروب او زيتازوني بان سي تو سكي مسلمون. انا لما نقرا مثلا واش يقول السكرتير ديتا اليوم نتاع ترامب، ان اقرا لك برك جمله خفيفه يقولها ستيف بانون، يتكلم على جهاديست اسلاميك فاشيزم. حتى المصطلحات المنتقات مصطلحات شعبوية، مصطلحات عاطفية، يلعبون على هذه النقاط. ولكن السؤال الذي سيطرح